لحم ودم زينا أبطال وعاشوا وسطنا والضعف فيهم والألم ولا شيء زيادة عننا لكن إيمانهم بالإله ده كان علامة في عمرهم كانوا شداة وسط العداء ولا حتى نار تهمهم وكلامنا اليوم ده عنهم ده شيء بيشجع قلبنا تعالوا نسمع اللي جاي ده الدرس لينا كلنا أبطال وعاشوا وسطنا أبطال وعاشوا وسطنا آه تعبت أنا هفضل كده لحد إمتى؟ الظاهر إن مفيش فايدة فيا أنا كل ما أقول إن هبقى كويس هلاقي نفس ثانية من الأول بس هعمل إيه؟ ما هو غصب عني أنا حاسس إن في شبكة كبيرة قوي مش عارف أخرج منها يا إما النت بكل البلاوي اللي فيه أو الدش أو الموبايل والصور اللي عليه ولا أصحابي أصحابي اللي مش سايبيني في حالي وفاكرين إن هي دي الرجولة إنك تعيشها بطولها وعرضها أعمل إيه بس يا رب أعمل إيه صديقي زمان كان الشاب اللي عايز يدور على الخطية ويوصل لها كان بيتعب وبيتكلف لكن الآن مفيش أسهل ولا أرخص من الخطية طبعاً الشباب فاهمين أنا قصدي إيه التلفزيون على الدش كتير قوي على الإنترنت مفيش أكتر منها ده حتى على الموبايلات اللي في إيد الأطفال كل مكان هتروحه هتلاقيها لو رحت مطعم تاكل هتلاقيهم مشغلين الفيديو والإعلانات في الشوارع والجرايد والمجلات في كل مكان هل معنى كده إن الطهارة غابت من حياة الناس؟ طهارة السلوك، طهارة العيون، طهارة الفكر زي ما يكون الشيطان فعلاً نجح إن هو يبعد الناس عن الله والمشكلة بنتساءل هل هي من جوانا ولا من برانا؟ وهل الحل هو إن الإنسان المؤمن يغمض عينيه ويعيش في صومعة منعزل عن العالم؟ ويعني إيه كلمة طهارة ونقاوة؟ وليه اختفت الأيام دي؟ وإزاي الواحد فعلاً يعيشها بجد؟ وزي ما يكون الناس بتهتم بطهارة الملبس، بطهارة المنزل وحتى في مكان عملها لكنها بتتجاهل إن الطهارة فعلاً خارجة من القلب النهاردة في حلقة جديدة من برنامج ناس زينا هنتكلم عن الموضوع ده حلقتنا عنوانها شبكة الصياد هنناقش الموضوع ده من خلال شعر وحوار وترنيمة جميلة وزي ما تعودنا هنبتدي الحلقة مع شاعرنا الموهوب عم نعيم عاطف بكلمة شعرية الرب القدوس الطاهر فوق السماوات وعنيه كشف كل خطية أو انحرافات يقرى الظاهر واللي بتخبي حتى السهوات وأنا ليا سنين غرقان جوه بحر الشهوات بتنظف من بره وقلبي مليان نجاسات وإزاي متحمل خطاياي والانحرافات يا رب يا طاهر يا قدوس دافع عني الدنيا فردت شبكتها وبتسحبني والشهوة قوية وجبارة وبتغلبني أنا جاي لك طالب تحميني وتشددني وبقوة روحك تغسلني وتطهرني يا رب فعلا الخطية فردت شبكها وبتسحب شباب كتير جدا أنا مرة سمعت شاب بيقول إن مش ممكن إن النهاردة وفي عصرنا ده يكون في شاب موقعش في الشهوات الشبابية وفي شباب كتير عارفين اللي بيعملوه ده غلط بس مش عارفين يتخلصوا منه الحوار ده هنسمعه دلوقتي هنناقش الموضوع ده وهنشوف هل في ناس زينا وشباب زينا عرفوا ينتصروا على الخطية تعالوا نسمع حوار الشباب مع خادم الرب عصام خليل
اوبا قفشتك يا معلم. يا عم مفيش حاجة، دي اعلانات، انا ذنبي ايه بس كل شوية بتطلع لي. طب اقفل طب اقفل رجالة. مساء الخير. مساء الفل ريس. ايه ازيكم يا شباب؟ حسام ايه مالكم؟ لا كويسين. الدنيا فيها حاجة طبعا. هو جه وكان شافني فاتح اللابتوب، كان جاي لي ايميل وفي اعلانات مش كويسة. ايه طبعاً استغربتها يعني. مالك وش بحمر ليه كده؟ معايا دي ما اعمل ايه؟ انا ذنبي ايه؟ بتجيلي من غير قصد. هو الصراحة الراجل ملوش ذنب يا جماعة، هو ساعات بيبقى فيه في النت كده اعلانات بتظهر في النص وبتاع. لو انا بس انا عايز اعلق على حاجة، موضوع عادي دوت يا محب. ايه هو اللي عادي؟ اصل يعني غصب عننا مع كله يعني مش بمزاجي، يعني انا بفتح النت عادي. انا بعلان بيطلع يعني مش حصل حاجة يعني خصام مش هتفرق يعني. لا بس بقى في نقطة مهمة جدا، هل أنا ممكن أعتاد عدم الطهارة؟ يعني أنا بص أنا المناظر دي طبعا أنا فاهم إن ممكن حاجة أتعرض ليها بدون قصد مني أو مش بدافع الرغبة، لكن هل ده معناه إن أنا أبص الأمر إن هو عادي؟ ده مش خطر إن أنا أعتاد الأمور ديت؟ خطر بس ده أمر مفروض عليا يعني. أنا يعني لو أنا مثلا حاجة أنا مش بخش بقصدي يعني، أنا بقدر أتجنبها على قد ما أقدر بس قدامي. طيب انا شاب انت عارف يعني. طب هو السؤال، انا في ايه في الكتاب بفتكرها بتقول احفظ نفسك طاهرا، ده امر واضح وكان مكتوب لشاب اسمه تيموثاوس، تمام؟ هل الامر دوت ينفع يتقال لنا النهارده في العصر اللي احنا فيه دوت، عصر كل المباحات يعني؟ تيموثاوس ما كانش بيتشيك الايميل بتاعه تقريبا. ما كانش بيتشيك الايميل بتاعه صح. طب هو يعني ايه احفظ نفسي طاهرا؟ معناها ايه دي؟ يعني أبعد نفسي عن كل نجاسة الفكر والقلب والفعل. الطهارة بالنسبة للرب أنه الواحد يبقى عايش بالطريقة الصح، ما بيكسرش وصايا صريحة، ما بيبصش بصة مش مظبوطة، ما بيحسش أن ذهنه نجس بسبب ممارسات ومشاهدات هو عمال يخزنها في دماغه. يبقى كده ما حدش عارف يحفظ نفسه طاهرا خالص. لا ما أنا أرجو أنك ما تكونش فهمت أن أنا أقصد أن أنا ما يعديش قدامي منظر، لكن انا بتكلم على ان ما سيبش المنظر ده يعشش في دماغي، تمام؟ عصفوره عدت فوق دماغي ممكن ما اسمح لهاش ان هي تبني عش فوق دماغي، فممكن منظر يعدي بس الفكره انا هسمح للمنظر دوت ان يخش من عيني، اهو داخل من عيني تمام، بس بعد كده انا عندي تحكم في اللي هيخش من العين دوت، هحفظه في الذاكره، هقعد افكر فيه، هقعد اشغله في دماغي، هي ديت عدم الطهاره. لكن الطهارة تقول المنظر دوت غلط ومحكوم عليه بأن هو غلط. حلو. طب أنا عشان يوصل يخش جوه عيني وهو خلاص أنا عملت له تسجيل غصب عني بفتكره لما أقعد مثلا لوحدي تاني؟ لا لازم أفتكره. لا التسجيل مش غصب عني، الدخول لعيني غصب عني، لكن إن أنا أشيله في الذاكرة بتاعتي. خلي بالك أنت وأنت ماشي مثلا في عربية كل المناظر اللي أنت عديت عليها خزنتها في ذاكرتك؟ لا مش كلها، خزنت بس اللي أنت قلت لذاكرتك إن هي تشيل. تمام؟ يعني انا امشي مغمض عينيا بقى في الشارع؟ لا. و انا مش بقول كده خالص، انا كلامي بقول ان انا هشوف مناظر، هيطلع لي ايميل بالمنظر دوت، بس هو السؤال انا يعني ركزت في الايميل ده قد ايه، سمحت له يخش في دماغي قد ايه، يعني ده ممكن يكون مسلسل لحاجات سيئه للغايه جدا بعد كده. طب هو لو يعني بيجي لي كذا مره، في مرات مش بفكر وبشيل، بس اكيد في مرات مش بقدر، اعمل ايه في الوقت ده؟ يعني شوف، هو في شويه حاجات تكنولوجيه احنا ممكن نحمي بيها نفسينا، زي ان احنا نحط سبام فلتر، زي ان احنا نخلي بالنا من المصادر اللي بنتعامل معاها. في سايتات موبوءه يعني لما تخشها هو السايت مش بتاع حاجه غلط، بس مجرد ان هو يخش بيرمي لك حاجات في الكمبيوتر بحيث ان كل شويه يطلع لك منظر مش كويس، حاجات بالمنظر ده من الاصل ما تروحش غير الحتت النظيفه، تمام؟ دي قصه عمليه جدا تقدر تخليني. لكن افرض ان انا فعلا شفت الصوره، مطلوب مني ان انا فورا احكم عليها بانها غلط وانها مش مفروض تكون. مش عارف المشكله، انت عارف كمان انه علميا القصه دي بتحصل في حاجه بتاعه 30 ثانيه، ال 30 ثانيه الاولى هي القرار بتاعي، بعد كده المخ بيبتدي يفرز نوع من المواد الكيميائيه اللي بيفرزها وقت المتعه تلزق الصوره في دماغي. لكن لو انا خلال ال 30 ثانيه الاولانيه خدت قرار ان الموضوع دوت مش تبعي وان انا مش هقبله، بتكون النتيجه ان الموضوع كانه ما عداش عليا، تمام؟ هو عدى، لكن مع ذلك انا خدت قرار واعي في الثواني الاولى اول لما جه. لا، في واحد اتعلم يقول لا، مش قدام بقى مجرد حاجات صغيره كده،
لكن قدام حاجة مش مجرد صور يعني، كان لايف. بيقول الكتاب المقدس عنه الواحد ده هو يوسف ابن يعقوب، الراجل المحترم اللي قصته في سفر التكوين، ان مرات الراجل اللي اسمه فوتيفار اللي هو كان عبد عنده، يعني تخيل بقى ده عبد عندها، هي مرات صاحبه، مرات الملك بتاعه، كل يوم كانت بتلح عليه ان هو يتطاجع معاها، يعني يمارس معاها الفعل الرذيل، تمام؟ لكن هو كان بيقول لا. في يوم من الايام بقى وصلت لدرجه مش ان هي بعتت له في الميل، لكن وصلت لدرجه ان هي هيئت الجو تماما، يعني بالمصري طرقت كل الناس بره البيت وبقت هي وهو بس والباب مقفول، وامسكت بيه بسوء، ساب الثوب وقال لها الجمله الشهيره بتاعته: كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. كانها انا بتخيل يعني كانها تقول له الله فين، هي الله بتاعها في المعبد هناك في الكرنك، تمام؟ لكن الله بالنسبه له هو حاضر في كل مكان، وده ده 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 اللي عمل فعلا. يعني كلام في قصه يوسف ليه معاني كبيره، بس في السياق اللي احنا بنتكلم فيه، بس عايز اكد النقطه ديت انه لا، في ناس ضغوطها كانت اصعب وقدرت ان هي تقول لا وتحفظ نفسها بطهاره، وبالتالي انا كمان ممكن اعمل كده. هو خلي بالكم ده عبد ومتباع وظروفه صعبه ومظلوم وشاب صغير والخطه محبوكه جدا، ومع ذلك قدر يقول. يوسف كان في علاقه حلوه مع ربنا، فانا لما هكون في علاقه حلوه مع ربنا هقدر اقول لا، لكن في اوقات كتير بضعف، ففي الوقت ده اكيد هتفرج. عارف الحل، العلاقه مع ربنا ليها اساس وليها بنى. كلمه حلوه مش حلوه ده البنى، يعني هل انا قايم بيها قايمه على نفسها؟ بس الفكره ان في الاساس بقى اهم عندي. اللي نفع يوسف هنا هو الاساس بتاعه، انه كان شايف ان ربنا باصص وموجود في كل مشهد من مشاهد حياته، فده نفعه في كذا حاجه. اولا نفعه انه نمره واحد يعرف انه الكلام ده هيزعل الله اللي هو باصص عليه، مش لان البيبان مقفوله، مش لان ان مفيش حد موجود، فده معناه ان انا خلاص اوكي اعمل كده وخلاص، تمام؟ لكن هو كان شايف الله موجود. في نفس الوقت الشخص اللي بيشوف الله موجود بيعرف ان الله الموجود في المشهد ده اقرب واحد اقدر اقول له الحقني، في حاجه بتهاجم الطهاره بتاعتي، في حاجه داخله في دماغي غلط، تمام؟ والشخص اللي عارف ان الله موجود، حتى لو فرض بقى هو يوسف ما حصلش معاه كده، بس حتى لو فرض واتكعبل، عارف ان في واحد جنبه قريب مني بيقول له الحقني قومني بسرعه بدل ما اقعد في الطين اللي انا موجود فيه. فالاساس دي من الاساسيات، ان انا ايماني بالله بيقول ضمنا ان الله موجود في كل مكان وانه قريب مني في كل حته. بس ده مش دليل ان انا يعني ما غلطش، لان مثلا حد زي داود اتكلم عنه الكتاب ان هو كان قلبه يعني زي قلب الله. انت المثال ده بقى في الجون يعني. وبعدين داود عمل خطيه لا تمت للطهاره بصله. ده انا هطلع لك من القصه اللي انت بتقولها دي، في اللحظه دي داود حط الله بين قوسين. اقول لك ازاي. الجيش بتاع الرب بره بيحارب حرب مهمه، وداود قاعد يتقلب على السرير بتاعه، واخد بالك؟ مش بس كده، جه بص على الست جارته، فلما سال عليها قالوا له دي مرات اوريا الحس، واخد بالك؟ يعني طبعا ده العبد مش قادر يقول للملك اكتر من كده، عايز يقول له يا مولانا ده في الشريعه بتقول لا تنظر لامراه قريبك، تمام؟ فبيقول له دي مرات اوريا الحس، هاتوها لي. فين الله بالنسبه له هنا؟ مع انه كان الوقت بقى اللي بيتناسى فيه المؤمن ان الله موجود هو وقت السقوط. عشان كده هو الشيء الرائع جدا ان انا دايما اذكر نفسي بانه موجود في حياتي كل لحظه. هنبقى اشطر من داود يعني؟ ممكن يبقى اشطر من داود. هو ليه ربنا سمح بغلطه داود تتكتب؟ طبعا دي معضله عند ناس كتير، غلطات الانبياء. رب سمح بيها عشان تعرف وقع ليه وما تعملش زيه. وسمح انك تعرف حاجه زي قصه يوسف وتعمل زي. لو انا مثلا قررت من نفسي، في اصحابي حواليا بيحاولوا يخلوني اعمل كده، الشارع بشوف فيه حاجات مش كويسه، ففي في في عوامل كتير قوي بتخليني حتى لو انا من جوايا اراده، لكن في حاجات كتير هتبقى اقوى مني. هقول لك كام حاجه مهمه جدا. اولا انا لو ايقنت ان الله في صفي وانه قادر ان هو ينصرني، ان كان الله معنا فمن علينا، كل الظروف اللي حواليا دي مش هتقع. بس الحاجه الثانيه ان المشكله الحقيقيه اللي بتحصل معانا هي تقديم التنازلات خطوة بخطوة. فقدان الطهارة ما بيجيش مرة واحدة. أديك مثال، واحد اسمه شمشون في البداية يعني قال لك عايز يتجوز واحدة. هو في حاجة غلط في الجواز؟ لا مفيش حاجة غلط، بس كان في حاجة غلط إنه يختار واحدة مش من شعب الله، واحدة ممكن تميل قلبه بعيد عن ربنا. خدين بالكم، قدم تنازل في سكة إنه يبعد عن ربنا.
يعني الرب دايما كان بيرفض انه شعبه يتجوزوا من بره لسبب مش عشان دول احسن من دول، بس بيقول له عشان قلبك ما يميلش، ما تميلش قلبك بعيد عن الله. فاللي حصل انه قال لك لا اخد، عجبتني حسنت في عيني. دي مشكله، عارف لما بسيب الدنيا تحسن في عيني. فكانت النتيجه ان صاحبنا اللي كان عايز يتجوز وربنا عمال يتكلم معاه، بص ده بقى اللي مش قادر يحس بان الله موجود في قصته وفي حياته. ربنا بالنسبه له اتحط بين قوسين، يقولوا له يا ابني في ولاد شعب الله ناس احسن من كده، لا حسنت في عيني. بس بعد شويه نلاقي الاستاذ اللي كان بيتنازل بيقدم تنازل بجزء عدم طهاره قد كده، قدم تنازل اكبر وكان مع واحده زانيه، والواحده الزانيه دي فضلت وراه لحد ما زلته وجابته الارض. فالفكره يا جماعه هي الخطوه الاولى، ما تستسهلوش الخطوه الاولى، تعالوا نتعلم نقطع الشر من اوله ونمتنع عن كل شر وشبه شر، بس في نفس الوقت ما تهملوش ابدا وجود الله في صف في هذا الامر. ساعات بيبقى في فكر كده جوانا ممكن يكون غريب شويه، بس اللي هو لو انا جيت احسبها مثلا ولقيت ان انا لو عملت ده دلوقتي ممكن تكون متعه وقتين، تمام، بس انا هعمل دوت وربنا هيسامحني. فكل ما مثلا الامر يكون موجود، طب ما متعه وقتيه وبعدين ربنا يسامحني، ربنا غفور دايما يعني. فعملتها مره وبعدين ربنا يسامحني، ما هيسامحني تاني. بتفكرني بقصه ولد يعني اهله كانوا مدلعينه ومربينه غلط يعني، فكان متعود يعمل اللي هو عايزه ويجي بالليل يقول لها ماما سوري على اللي انا عملته النهارده كله. وبعد في يوم من الايام زهق فجي قال لها ماما سوري على اللي عملته النهارده كله وعلى اللي هعمله بكره كمان. واخد بالك من الفكره؟ اكيد دي الله عمره ما بيربي ولاده بالطريقه دي. لا، هنا فيها هو بيتدخل بتاديب على فكره. اللي بيستسهل الخطيه، انا طبعا انا مش مفترض في كلامي ان واحد مستسهل الخطيه، لكن انا بتكلم عن اللي استسهل الخطيه زي شمشون نهايته كانت مره. بيطحن في السجن زي الطور، عينيه اتخزقت، وبعدين في الاخر مات في وسط، يعني مات موته مش شريفه مش محترمه. تمام؟ لكن اللي بيتعلم واحد زي يوسف بقى، خد الناحيه الثانيه اللي حافظ نفسه طاهرا. واحد زي يوسف كانت النتيجه انه اتظلم كتير صح؟ ودخل السجن بسبب حفظه على طهارته صح؟ بس طلع من السجن على فين؟ على المرج. وفي نفس الوقت يعني يجي بعديه على طول اللي بيتعلم يرجع عن خطأه، يعني داوود اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه، لما رجع عن خطأه قال أخطأت. الرب بعت له رسالة فورية، والرب نقل عنك خطيئتك. يقول له كده هوت إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. يكمل آخر المزمور، مزمور 51، يقول له بقى لما أنت يا رب بترجعني لكي أعلم الآثم ترقاك والخطاة إليك يرجعون. إزاي؟ بس رجع تاني للوضع السليم. ده أمل للي وقع إنه يقوم، ما يسيبش الشيطان يقول له ما أنت وقعت خليك واقع. ما دي برضو من ضمن التكنيكات بتاعت الشيطان الشريرة، يقول له انت وقعت خلاص قوم. وأحياناً التنازل بيجيب تنازل بعديه، دي حقيقة، ويأس وإحباط كتير. ما هو بعد بقى ما تجيب رجلك في 100 حلقة، تمام، بص هو لو رجلك في 3 حلقات خليهم ما يخلوش 5، تمام، لأن 3 تشيلهم أسهل. كل ما زودت الدنيا وكل ما زودت الوقت في عدم الطهارة دوت، بكل تأكيد هتبقى الأمور أصعب. لكن برضو عايز أطمن أي واحد مستعبد للأمور دي، مستعبد لعدم الطهارة، مستعبد للنجاسة من الآخر، عايز أقول له أن في إله عنده استعداد النهاردة يطهر، عنده استعداد النهاردة يشيل من الطين ويطلع من الحالة الصعبة دي. بس أنت تعال أقول له أنا عايز، أنا محتاج إيه خطوات عملية نعمل 1 2 3؟ إذا كانش لي علاقة بالرب يسوع المخلص، أنا بقول لأي واحد بالمنظر دوت تعالى المسيح يطهرك. الرب من ضمن المعجزات اللي عملها انه كان بيطهر ناس اسمهم البرص، كان عندهم مرض نجس شرير جدا، بلمسه كان بيطهر بيغير الحال معاه. الرب يعمل معاك كده. لكن اذا كان ليك علاقه بالله وقعت، يعني ما ممكن واحد يكون ماشي حي كويس وماشي وبعدين يتكعبل ويقع في الوحل في الطين، في لازال اله عنده استعداد انه ينظف الهدوم بتاعتي ويرجعني للأمر التتاوي. تعال للرب تاني وقول له رب أنا ما كانش لازم أعمل كده، وأنا راجع بتوبة حقيقية، مش بطريقة سوري بتاعتي اللي كنا بنعاني من شوية، أنا راجع بتوبة حقيقية عشان خاطر تغير يا رب حياتي وترجعني للوضع السليم. في شوية حاجات عملية بقى لازم أعملها. موضوع الإنترنت ده محتاج وقفة مني، قرار واضح إن أنا هكسر كل الاجهزه. لا مش هكسر، لا ويعني اقفل النت خالص من البيت. لا خالص يعني انت عمليا احنا بنحتاجه خلاص، انا في دراستي كطالب احتاجه، في بشتري منه حاجات، الايميل
بيفيد كتير جدا النهارده. لا ما اقدرش اقول لك ان الانترنت حرام في حد ذاتها، لكن اقدر اقول لك ان استخدامها الغلط هو المشكله. ممكن اساعد نفسي بشويه حاجات، زي ان انا اعلم نفسي ان استخدام الكمبيوتر دايما يكون في مكان الناس بتعدي فيه في البيت، مش على اللابتوب مزنوق في كل ما حطيت روحي في حته، ما انا لو خدته على حجري في السرير طب ما انا معرض نفسي للغلط، خلصت واخد بالك. لكن لو انا علمت روحي لا الاجهزه الكمبيوتر دي هتتحط في الصاله هستعملها هناك، ده امان ليا، ده امان ليا الحاجات دي. الحاجه الثانيه انه من ضمن الحاجات ان انا اتعلم ان انا اكون بشغل وقتي بحاجات مفيده. امتى الشيطان دايما بيخش لنا؟ ارجع لقصه داود لما كان عمال يتقلب على السرير ونايم ونعسان وكسلان. وفي زمان كانوا يقولوا مثل جميل بيقول لك ذهن الكسلان معمل الشيطان، قاعد يبتكر في خطايا، تمام. لكن املى وقتي بطريقه صحيحه، يبقى عندي هدف حلو للحياه واضح للحياه. طبعا في شويه برامج كتيره على الكمبيوتر ممكن تكون بتساعدني، الحاجات دي بيسموها التحكم الابوي او البيرنتال كنترول، اقدر احطها بحيث ان هي تمنع السيطره ديت، ان هي انا هعمل روحي ابو نفسي واحط الحاجات ديت عشان ما اسمحلاش ان هي تطلع في النوافذ اللي بتطلع لوحدها ديت او تيجي في حاجه بالمنظر دوت. اعلي الامان، معاملات الامان والسكيورتي عندي، يعني عندي حاجات ان انا اعملها. بس عايز اقول حاجه، اللي يفلح في الموضوع ده هو اللي بيتكل اساسا على رب. الحاجات دي انا بساعد بيها نفسي، مش هي دي الحل، الحل في ايد المسيح. دلوقتي بقى لما اعمل كل الخطوات دي الدور الاكبر بيبقى عليا ولا على ربنا؟ لا الدور الاساسي اولا واخيرا على رب، بس انا عليا دور. لان في حاجات احيانا لما يجي الاب عشان ينظف ايد ابنه لازم ابنه يفتح ايده، لازم يساعد ابوه في حاجه، لازم يسيب ابوه ينزل الميه على ايده عشان خاطر يعمل الكلام ده. هو ربنا اللي هيعمل كل حاجه، بس انا عليا دور بيطلبه مني الرب عشان عامل زي ما يكون فتحت ايدي، تمام، فتحت ايدي عشان خاطر الرب ينظفها ويعمل منها حاجه كويسه. طب انا دلوقتي قدمت تنازلات واللي كان وبعدين دلوقتي سمعت التعليمات اللي حضرتك قلتها وخليت ان المسيح هو اللي يطهرني وان انا اشغل وقتي وكل ده كويس جدا، بس في نفس الوقت في حاجات كانت اتعملت زمان، مش ممكن في اي وقت تكون الحاجات دي دايما بتيجي في ذهني او ابليس بيفكرني بيها، دي ايه الحل ليها؟ موافقك تماما، ده ممكن يحصل، وده بيخليني بقى ايه عارف اترمي على الرب اكتر، اقول له بص انا لما مشيت سبت ايدك بوظت الدنيا، انا مش هسيب ايدك من هنا ورايح. وطول ما انا قريب من الرب عارف ده بقى يحطني تحت الزام ان انا لا انا مش هبعد عنك، لان لو بعدت عن انا ببعد عنك بلخبط. درس مهم جدا. فانا اجي اقول له يا رب انا لوحدي هقع 100 وقع كل يوم، عشان كده من الصبح يا رب احفظني، انت عارف انا وقعاتي ايه طول الطريق وانا ماشي. اول لما اتعرض لمنظر من المناظر بتاعت زمان، واحده لابسه مش لبس مش كويس، اعلان مش عارف ايه، حاجات بالمنظر دوت، الحقني يا رب. خلي اول واحد تتكلم معاه هو الرب، كاني بعلن له انا يا رب دونك لا شيء ابدا، فامسك يميني ربي واهديني في طريقي دائما. طب انا عرفت ان انا اخد بالي من النت واخد بالي من كل حاجه مثلا في الشارع وتمام كل حاجه، طب المفروض بقى اللي اصحابي دايما بيقولوا ان ده المفروض الطبيعي اجاوبهم بايه او ارد عليهم بايه في دايره الطبيعي، ان كله بيعمل كده ده دايره الطبيعي، لو انا ما عملتش كده انا اللي مش طبيعي. انا عايز اكون صريح معاك واقول لك ان ده مش طبيعي حتى علميا، انا مش بتكلم عن روحيا، ده مش طبيعي علميا، لانه كل اللي بيحصل في المواقع النجسه دوت تمثيل متدخل فيه الناس اللي بيعملوا العمل دوت عشان يوصلوا لاقصى اثاره للناس بطريقه شريره جدا. الكلام دوت عايز اقول لك انه بيفشل زواجات كتير جدا لانه محدش بيلاقيه في الطبيعه، تمام. فالرد البسيط بمنتهى البساطه ده مش طبيعي، ده هو الخداع بكل معاني الكلمه اللي فيه. وانا ما عنديش سعاده عايش نفسي في الخداع، انا هنتظر الوقت الكويس الحلو اللي ربنا يديني فيه شريكه حياتي، واللي هيبقى الامر دوت هو حلالي لان انا اقدر اعمله فيه. بس انت عارف الوقت يعني انا مش عارف امتى هتجوز، يعني الوقت بيبقى طويل قوي وفي بقى ضغوط كتير جدا، واكيد لما بكون بتحط في مشكله نفسيه ممكن ارجع لزمان وانسى العهود اللي كنت واخدها مع ربنا. يوسف كان في مشكله نفسيه ولا لا؟ قوي ما مظلوم و هذا الكلام، بس لان الله في حياته. تاني افكرك، دخل ربنا يا اخي في مشكلتك النفسيه، لما تبقى مضغوط ما تخليش الشيطان هو اللي يقول لك تطلع ضغطك فين، افتكر ان ضغطك ينفع يطلع عند ربنا، تمام. ما تخليش الشيطان هو اللي يقترح عليك، اقتراحاته دايما مدمره. اسبق انت وانت عندك في الكتاب تعالوا الي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. ده مش بس لما كنت خاطئ، ده كل يوم ساعة ما احس ان انا تعبان وعليا ضغط ما انا هروح له اقول له مضغوط من حاجه الفلانيه، حاجه جوايا كبت يا رب
اما بطلع الكبت ده قدام الرب يعرف يتعامل معاه بطريقه صح، لكن لما بسيب الكبت ده جوايا والشيطان يجي بقى اقتراحاته الشريره ومناظره الشريره لازم هقع. حلو ان انا اتعلم من يعني اختصر لكم الكلام في عباره واحده، انه الحل في الطهاره مش اني احاول وعافر مع نفسي، الحل في الطهاره اني اشوف الرب في حياتي في كل لحظه. فعمري ما هزعله لاني بحبه. طيب هقع، انا ضعيف، طب ما هو اقرب واحد لي، ما انا شايف واحد شايفه في كل ظروفي، اقرب واحد لي انا شايف، تمام. وفي نفس الوقت حتى لو فرض وقعت ده اقرب واحد اقول له اديني ايدك وقومني وخليني ما اعملش كده. طب هل هو بيجي يعني اما اطلب من ربنا ان هو يكون معايا وحاول ان انا ما اتفرجش واكون في طهاره وقداسه، هل الموضوع بيخلص على طول ولا بيفضل ممتد؟ يعني الحرب بتبقى مستمره كتير ولا بيجي فتره وخلاص؟ خليني اكون صريح معاك، بيتوقف الكلام دوت على مدى الغواصه اللي غوصناها. يعني انا دخلت في الطين قد ايه؟ اللي طرطشت الطينه عليه بشويه ممكن حبه مسحوق غسيل يطلعوه، لكن اللي لغوص كله في الطين بقى يقعد نطلع بقى من كل حته. عايز كلور بس عنده كلور على فكره. قلبا نقيا اخلق فيا الله بعد الغلطه الكبيره دي. بعد الغلطه الكبيره دي، لان هو عنده، بس احيانا في حاجات بتاخد وقت. لكن في كل الاحوال انا هسيب روحي في ايدين الطبيب الماهر واقول له انت اللي تعرف تطهر لي الجروح بتاعتي والدنيا بتاعتي دي كلها، فهكون في افضل وضع انا معاك. طيب انا عندي سؤال، هو بس في ساعات بتحصل لبسه في حته انه كان ربنا كده يقول للأبرص أريد فأطهر فكان بيطهر على طول، فأنا لما أروح لربنا وأطلب منه نفس الطلب أنا هصحى الصبح ألاقي نفسي خلاص بقت كويس وأفكاري بقت طيبة وبقت كلها مقدسة، ولا هل ده الموضوع ده محتاج اجتهاد مني أنه أجتهد مع ربنا علشان إحنا الاثنين نمشي في نفس الخط وهو يقدر يساعدني لما أنا أديه فرصة؟ محتاج جهاد طبعا، محتاج جهاد، لأنه اللي بيقع هو اللي دايما عارف مستضعف، حاسس ان هو لا انا هقع انت هتقع، لا انا بنعمه ربنا حقت ان انا ما اقعش، مش لاني جدع لكن لان اله اللي انا مستند عليه يقدر، تمام. فدي محتاجه ضبط نفس، محتاجه ابتدت جت تجيلي فكره، اتفقنا بعد شويه تكنيكات هرب، اقوم من مكاني اغير اصلي ابتدي احكي معاه. كمان حلو ان انا يكون لي حد مؤمن ناضج يتابعني في الموضوع دوت وكاني بديله تقرير انا اللي بعمل كده هوت، عشان اقول له صلي من اجلي وراجعني حصل ايه معايا في الحاجات دي. الحاجات دي كلها بتساعدني في القصه دي، فانا محتاج اجتهد ويبقى عندي نوع من الجهاد في القصه دي، لكن في الاخر انا واثق ان اللي بيحل الحل او اللي عنده الحل هو المسيح. زي ما سمعنا المشكله مش بره الانسان لكن ده جواه، وان الطهاره دي امر الهي لا بديل عنه، وان الانسان مش مطلوب منه يغمض عينيه ويمنع الأفكار تجيله لكن يمنعها إنها تعشش في فكره. وعرفنا كمان إن في واحد كان شاب زينا بالظبط اسمه يوسف، وتعرض يوسف لمغريات لايف أكتر من أي شاب النهاردة، ولكنه حافظ على طهارته رغم ظروفه الصعبة. سبب نصرته إن هو كان متأكد إن الله معاه وإن الله بيلحقه وفي صفه ومش بس بيراقبه، وده اللي وقع فيه واحد زينا هو داود، واللي كانت الغلطة الكبرى في حياته هو سقوطه لما تناسى وجود الله معه وكان في فراغ رغم أن الشعب كان بيحارب حروب الرب. وفهمنا كمان أن السقوط في الخطية ما بيجيش فجأة، ده بيجي تدريجي زي بالضبط شمشون اللي فرط في طهارته وبدأ بخطوة واحدة وبعد عن الله نهائيا. عزيزي المشاهد، حافظ على طهارتك الآن، لأن ده أمر أساسي في علاقتك الشخصية مع الله. اعرف إن إله يوسف هو أيضاً إلهك، وامنع بوادر أي شر يقترب من حياتك، وتأكد إن الله واقف في صفك ضد الخطية مش العكس، وتعامل مع الكبت اللي جواك مش على حسب اقتراحات إبليس ليك. هنسيبكم مع آخر فقرة هنختم بيها حلقتنا النهاردة. هنسمع ترنيمة جميلة قوي بتقول يسوع أنت تعلم أن شهوات العالم تخدعني، طهر قلبي، طهر فكري، طهرني. نتقابل في حلقة جديدة من برنامج ناس زينا. ربنا معاك. Oh.
دنست قلبي، دنست فكري، صلبتك بجرمي، أبعدتك نسيتك، لم تعد أنت الكل لي، أبعدتك نسيتك، لم تعد أنت الكل لي، طهرني 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 يا يسوع. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 36100 Sail Beach, California 90740.